فتح جديد من فتوحات الشعر العربي. انتصار كاسح لقصيدة التفعيلة على قصيدة النسر. رؤية كاملة للإرهاصات السياسية وانكسارات الإنسان العربي المعاصر. معك حق يا سيدي، وأكثر من هيك كمان. عفواً، بس ليش عم تاخدوا وتعطوا معي انتو؟ أنا ما تعرفت على الشباب لسا. أبو الفضل، تفضل معنا، تفضل. لحظة، لا أضرب فرام. أضرب فرام سيدي. ما حدا لحدا، ما حدا لحدا ياهو. تفضل. عود أبو الفوز، أنا اسمي شهير والأخ اسمه شاهر. يعني أنتو من جمهوري؟ نحن مو بس من جمهورك، نحن من المهووسين بشعرك ومن المطرمخين بأدبك وعبقريتك. يا سلام، يا سلام على القصيدة اللي بتقول فيها: أقلي علي النقة يا ابنة مالك. صحيح، بس يا خسارة، لطاشة مني عروة ابن الورد. لك الله لا يسامحك يا عروة ابن الورد على هالعملة. تعرف أنا لو محلك شو بعمل؟ كنت نترته دعوة بالمحكمة، جبت أجله فيها. مأكد هالشي، بس أنا مو حابب أعمل شوشرة. يا سلام، يا سلام على هالتواضع. على فكرة أستاذ أبو الفوز، أنت ما لازم نسميك شاعر. شو بدكم سموني لكان؟ أنت سفير، سفير الشعر والأدب العربي، ونحن يا سعادة السفير بيسرنا وبيسعدنا أن نكون من جمهورك. شكراً كثير. والشعراء شباب يا ترى؟ والشباب شعراء يا ترى؟ طبعاً، زملائك نحن. بأنو مهجع؟ قصدي بأنو لون من ألوان الشعر؟ نحن من جماعة قصيدة النثر. ما حبيتهم، ما حبيتهم للجماعة. تفو تفو عليهم أبدا يا شباب، ما حبيتهم. أنتوا لازم تنضموا لجماعتي. إيه بننضم، ليش لا، شو عليه، بننضم. طيب شو رأيك بهالمناسبة العظيمة نروح نتغدى سوا؟ ما في مانع، بس على حساب مين؟ ولو معقول سفير مثلك يدفع الحساب. تفضل تفضل سعادة السفير. ما في مانع، لكان طلعوا حتى السوق فيكم. وين بدنا نطلع؟ طلع طلع طلع. ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا، ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا. أنا برأيي إنه ديوانك ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا، لازم ينطبع. طبعا لازم، لأنه حجب هيك ديوان عن الجمهور أكبر جريمة تعتبر بحق البشرية. طبعاً لا تغتفر، جريمة لا تغتفر. وأنا بعتقد أنه هالديوان رح ينفجر مثل القنبلة بعالم الشعر. بده ينفجر، والشظايا بدها تطاير. هذا إذا ما رشحوك للجائزة المخصصة لشعر التفعيلة. لازم يرشحوني ويعطوني مرحة وبالتلفزيون يطالعوني. لك صحيح، لأنه مو أحسن منك اللي عم يتبروز على التلفزيونات أبداً. شيء أكيد. سعادة السفير اسمح لي، أنا بدي أعرض عليك مشروع مهم كتير. تفضل. في دار نشر متحمسة كتير لنشر ديوانك. مو غريب هالشي، كلهم عندهم نفس الحماس التجاري. بس هذا صاحب دار النشر يعني هو شخص فوق العادة بحبه لشعر التفعيلة، وهو شخص دفيع كتير. ها مسيك هي 500 ليرة رعبون. بس أنا بدي 2000 عالديوان تبعي. مو مشكلة يا أبو الفوز، بيدفع لك قد ما بدك، هي اسمها ربط كلام بس. وبدي صورتي تنطبع عالديوان. هي ولو أقل منا. وبدي أطبع كتاب نهاية العالم، لازم البشرية تطلع على هيك كتاب. طبعا، بس هذا مشروع تاني بنحكي فيه بوقته. بس هلأ شو رأيك نروح ننقي لك شي طقم مرتب يليق بسفير مثلك؟ على حساب مين؟ ولو معقول سفير الشعر والأدب والسياسة والاجتماع يدفع شي من جيبته؟ قوم لقلك قوم. لوين؟ بدنا نروح نشتري لك بالأول شوية لبس، وبعدين نروح لعند صاحب دار النشر على محل الصاغة تبعه، لأنه هنيك عنده محل بيع المجوهرات، وهنيك عادة بيلدها. امشي يلا أبو الفوز. يلا حبيبي. دفعت حبيبي، دفعت. دفع. حلو كتير، حلو كتير يا سعادة السفير. فعلا سفير. لك يا سلام، يا ريته ما يبلى، يا ريته ما يبلى.
شاي رايح لحاسم. اي لازم حاسم. تمام جاهزين. شكرا شكرا كثير. تفضل 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 سعادة السفير. لك يسلموا ايديك. شايف احلاها حلوه. بس خايف تعص على الرجل. لا 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 تخاف. يلا نيحة. اي البيس تاني. وقف. ظريفة. شفت؟ أمور معلم. 2000 يا رحمي. على عيني. يا عيني سنين. وهي 2000. سلمون. الله يسلمك. شرفوا. تفضلوا. شرفتوا حبيبي. شكرا أخي. شرفتوا. عينين سنين يا رحمي. لا تنسى أبو الفوزة. لا تنسى شو فهمنا. ما بتحكي ولا كلمة بس بتهز براسك. وإذا سألني شو سؤال؟ ها ها لا تجاوب. طلع هيك عليه من رؤوس مناخيرك ولا تعطيه وش أبدا. خليه يعرف إنه هو عم يتعامل مع سفير الشعر العربي مو مع مين من كان. وإذا سألني عن الشعر؟ حدا بيسترجي يحكي عن الشعر وحضرتك موجود؟ ماشي الحال. جاهز أبو الفوز؟ لا لسه. لك شو في كمان؟ بدي أجيب المخطوطة. أنو مخطوطة؟ ما حدا لحدا. الجزء الثاني شو أنو مخطوطة؟ شلون بدهم يطبعوا الديوان إذا ما كانت الموجودة مخطوطة؟ المخطوطة موجودة؟ وين هالبطيخة؟ يعني المخطوطة؟ بالبيت مخبيها تحت الحاف مشان ما حدا يسرقها، لأنه ما حدا لحدا مثل ما بتعرف. معك حق تخاف عليها. هاي رح نوصلك على البيت لتروح تجيبها. يلا حبيبي شاهر يلا. نحن هلا رح ننزل نتفق معه بالاول. لا تنسى شو فهمنا. لا تحكي معه ولا كلمه. ها والمخطوطه وين بدي احطها؟ هات من ايدك العنا هون وبعدين بتاخدها. وليش هيك عم تعيط بوشي؟ بطلت اتبع الديوان. طول بالك يا استاذ. طول بالك يا استاذ. يا اخي ما كان قصدي عيط. هو بيحبك خلاص بس هو متوتر شوي. طيب ماشي الحال خلصوني لكاني. الله يخلينا اياك يا امير الشعر. تفضل يلا تفضل. مرحبا. اهلا 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 وسهلا. الله يعافيك. مرحبا. يعافيك. اهلا وسهلا. معنا سعادة سفير دولة الخلفيخين بالسيارة. يا اهلا وسهلا فيكم وفيه. ليش ما نزل؟ هلا بينزل. بس بعتنا اول شيء لعندك لحتى نسالك اذا في عندك طقمه الماس ثقيله خرجت انبعت هديه ولا لا. يا سيدي موجود طلبكم موجود عندي. بيحكي عربي ما هيك؟ ايه بيحكي بس الاتفاق معنا. ما فهمت عليك. يعني بدنا منك 50,000 ليرة عمولة مقطوعة. مو كتير هيك. لا مو كتير، لأنه غيرك بيقبل يعطينا أكتر من هيك بكتير بس يفوت سفير الخافقين لعنده. بعدين سعادة السفير ما بيفاصل والسعر اللي بتحطه بتاخده. يعني اعتبر هال50,000 مراعاة. كم قطعة بده؟ بده قطعة واحدة بس تقيلة كتير.
بس وينك؟ إذا أخذ قطعة تانية بتصير لعمولي 100,000 ليرة. أوكي خليه يتفضل. عن إذنكم. تفضل سعادة السفير، الرجال مصر يهديك عقد الماس قبل ما يطبع لك الديوان، بس انت اعمل حالك مو مهتم. اي طبعاً. تفضل. رح انسى المخطوطة، يجيب لي اياها. اي ولا يهمك. هذا. تفضل سعادة السفير. اهلا وسهلا، شرفت سعاده السفير. تفضل سعاده السفير، تفضل. شرفت. شو طلبكم يا ترى؟ سعاده السفير بده ياخذ عقد الماس هديه لاخته، بس بده اياه ثقيل وغريب. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. طلبكم عندي. يا سيدي في عندي هالعقد، وهذا اثقل شيء موجود عندي بالمحل، وهالموديل هاد مو موجود منه بالسوق أبداً. طيب وشو وضعه؟ هذا عاد ألماس بلجيكي برلين أصلي، حجاره نظيفة كتير ومعه شهادة منشأ كمان. والسعر بسيو؟ 2,200,000. بس بدنا شيء أتقل من هيك بكتير. قالوا لي في عندك عقد ألماس إيراني، ما بعرف إذا لساته موجود عندك. لا موجود، بس هذا كتير تقيل وكتير غالي. معلش فرجينا يا زبطرين. عين على عيني. تفضل يا سيدي. أوه فعلا جميل. هذا شو سعره؟ 7,500,000. ما في مشكلة، بيستاهل. هذا شو؟ نحن راح نروح نشوف إذا العقد مزور ولا لا، وراح نرجع. والمخطوطة؟ تفضل سعادة السفير. بالنسبة للمخطوطة لا تحملها، بنحكي فيها بعد 10 دقائق. حلو كتير يا سيدي. وهي 100,000 ليرة عبود. بس سعادة السفير بده ياخذ رأي أخته بالأول. ولو هذا حقه، بس وين المدام؟ هون ببالك عم تساوي شعر عند الكوافير. بس سعادة السفير بده يضل عندك لبين ما نروح ونرجع. بدكم تأخر يا ترى؟ لا 10 دقائق مسافة الطريق، بس بدي اياك تتوصى بسعادة السفير. ها ولو ما بدك توصي. طيب شكرا كثير. الله معك، مع السلامة. نورتوا المحل سعادة السفير. ايه طبعا. شو بتشربوا سعادتكم يا ترى؟ ما في مانع. بارد ولا سخن؟ فاتر. يبدو سعادتكم دمكم خفيف وبتحبوا المزح. تفضل يا سيدي. معلش ما في سندويشه؟ تكرم عينكم. هلا بس يجوا الشباب بنوصلكم على سندويشه، بس ان شاء الله ما يتاخروا. هيك بظن، خليها معك، باخذها مع السندويشه. مرحبا، يعطيك العافية. أهلا وسهلا ومرحبا. هذا السنسال أخذته من عندك من شهرين، بس مبارح نقطع معي وأنا عم حطه برقبتي. إيه بسيطة، خليه عندي لبكرة مشان الحملك إياه. قديش بيكلي؟ بسيطة، ما في مشكلة. تفضل يا ستي. تفضل يا ستي، وهي وصل. شكرا. الله معك، شرفتي. تأخروا الشباب، ما هي احتمال أكيد. يعني الكوافير بعيد من هون يا ترى؟ أغلب الظن أنه مو هون. منو هذا اللي مو هون؟ عروة بن الورد. منو هذا عروة بن الورد؟ الكوافير؟ لا، هذا الحرامي اللي سرق مني القصيدة. انا قصيده ليك مكتوبه هون بالديوان. ولك انا ديوان يلي بدك تطبع لي اياه بعد ما تهديني الهديه.
ولك أنا هدية وأنا ديوان. عشو عم تحكي انت؟ لك ديواني مع حدا لحدا، ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا، ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. عفوا سفارة السعيد، سعيد السفارة، سعادة السفير، حضرتكم من انتو؟ أنا ابن رشا وحمال الشناتي، حتى اسأل عني رفقاتي. ولك من انتو بالضبط؟ من شان الله لا تجنني. أنا الذي نظر الأعمى إلى هبلي وأسمعت خربطاتي من به صمم. العمى؟ شو مجنون أنت؟ لك يا عرب يا ناس، لك يا عرب، لك يا عرب يا هو، لك يا نصرات، لك خرب بيتي، اتصلوا بالشرطة، لك انسرقت 7 مليون ونص، اتصلوا بالمخابرات، لك اتصلوا بالجنائية، لك دخيلوا يا عالم، لك سرقوني، لك خرب بيتي، لك دخيلوا يا عالم، يا عالم يا نصرات. ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا، ما حدا لحدا يا روحي، ما حدا لحدا. هاد بنوب يا الله وكيلك عم بركض بركض وما عم لحق مشان عزيمة بكرة. ليش شو مفكرة لك؟ اسمعي لقلك، حفرت الكوسة ولفيت اليبرقة من اليوم، اين على قلبي لبين ما خلصت. ايه فشو قلت لحالي؟ قومي يا بنت اطلعي لعن جارتك إيمان واشربي لك فنجان قهوة ظريف من تحدياتها. ايه مو على عيني، رح اعمل لك احلى فنجان قهوة تكرم عيونك. يعني تقولي مو ناقصني إلا أني أعمل عزايم وولايم. بس شو بقول لحالي، كمان لو ما كان هالجماعة إلون علينا، إيه ما كنت فتحت هالسيرة بنوب، كنت قلت له لجوزي يقضي لهم إياها بشي مطعم وبيمشي الحال. بس مو حلوة، الجماعة صرنا معزومين عندهم 3-4 مرات، إيه ما في مرة قلعنا فيها عين بليز وقلنا لهم تفضلوا لعنا. يعني باختصار الجماعة بعمرهم لا داقوا ممروحنا ولا داسوا بساطنا. والبني آدم مثل ما بتعرفي عينه مو مي، بالعكس قال يلي بيشوفني بعين بشوفه بتنتين، ومشان هيك لازم بيض وش قدامهم وورجيهم انه مو بس هنن بيمدوا صفر من هون لهنيك، ان احنا كمان بنعرف كيف بتصير العزايم يلي على اصولها. مرحبا ايمان. اهلين اهلين مفيده، اهلين وسهلين ومرحبتين. يا لطيف حماتك شو بتحبك؟ ايه تحب احيي بسبع عروس الهي. قال حماتي بتحبني قال ليك تحب بالناموسة الحسن لا حمصي. ايه فوتي فوتي هديلي حالك شوي، هلا بتروقي بعد ما تشربي فنجان القهوة، واحلى فنجان قهوة، يلا ثواني بكون عندك. لك حبيبتي نحن العزايم طاعت إلنا وبس. صدقيني يا سهيلة لحد هلا الناس بتحكي وبتعد وبتوصف على صفر بيت أهلي يلي كانت دهديرة وفتفيتها. ولا تأخذيني بهالكلمة، يعني اتعيش عيال عن حقه حقيق لمدة أسبوع. شو عامل العزيمة؟ انتي قولي شو يلي مالي عاملته. اسمعي يا ستي، الكبة مقلية ومشوية وبالصينية ولبنية وقراص ودبابة، والمحاشي كوسة ويبرق وبتنجان، والفريكة شي بالموزات شي على جاج، والسلطة يا ستي ما انتي شي بالمايونيز وشي بالحمض والملح والثوم، والحلو قلاج مع قطايف عصافيري بالقشطة النية، والفواكه تفاح وموز وبردقان ودراقن وكراز وفريز، وبدي حط انا ناساية كبيرة بالنص. هلا انا مكترة اكل انت التانية؟ يعني شو فيها اذا عملت كباب ومحاشي بنفس الوقت؟ ايه ما اختلفنا انه في فريكة. ايه شو بيأثر لو كان في فريكة؟ إيه لا الغي المحاشي، عليم الله اللي عم بحفر وبحشي فيهم من الصبح. هيك قولي معناتها بالحالة لازم الغي الكباب.
اي ستي هاتي نشوف شو اخبارك؟ شو بكي؟ ليش منرفزك للقد؟ الو اهلين ماما اهلين. انا بجنن بالوق بفلش يعني احسن من هيك ما عاد يصير منوب. لك منين بدي اجيب طولة البال يا امي منين؟ ايه بالي شلف على كتر ما مطيته وشطيته ما عاد ينمط معي اكثر من هيك منوب ما عاد ينمط. لك يا امي القتاية عوجة من يوم يومها. بعدين بصراحة انا ما عاد الي قلب على التعب هيك على طالعة والنازلة. ايه لك امي صار معي خفقة قلب انا من التعب والزعل والدكتور ما في غير بيقول لي طنشي طنشي لا تردي اشربي بردقان فريش بلكي تتروحني وطنشي. طيب البردقان بنشربه مقدور عليك امي بس الطناش وين بينباع؟ طيب رح اعمل لك كاسة عصير بردقان احسن لك من القهوة مشان الخفقة. لا 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 بالعكس مو صعب ابدا الحل بسيط وما بده اثنين يحكوا فيه. يعني يا انا بطلع من البيت يا اما هي بتطلع من البيت. انا خلص صبري نفذ وما عاد قدران اتحمل حالي. كيف ذا كان يتحمل غيري يعني؟ شلون؟ شو يلي جد؟ اللي جد عمايلة وفصولة ناقصة. ايه طبعا صدقيني يا امي صدقيني اليوم فقت الصبح عين الله علي ولا على بالي مرتاحة وما احلاني ولسه ما فتحت باب اوضتي ولاقي لك المي مسفوحة على الارض ولولا شوي كنت اتزحلقت وندبيت على طولي. ايه لا محاشي الكوسة والفليفلة والباذنجان بطبخهم بمية البندورة بس محشي الجزر بطبخه باللبن. يو شلون مالو طعمة؟ لك تشكيلة تأكل اسمي طابخة وطابخة يعني مو أصول أطبخ الجزر هيك مع باقي المحاشي قلتك؟ ايوه لك لا ما بصير بنوب معناتها بهالحالة رح ألغي الجزر. الفريكة قلتلك شي بالموزات شي على جاج يلي ما بيحب هاد بياكل من هداك. شلون مواردة بقى؟ ايه طبعا لك كان شو المحاشي بلحم غنم لحمة مفرومة ومبهرة للشبعانة. ايه وإذا في لحم غنم بالمحاشي؟ يعني معقول اعمل الفريكة بس على جاج؟ انا بالاول ما قمت السيرة من ارضها لانه بس لما فتت على المطبخ لقيت عاملة قهوة ومجهزة وغاليكة وصافي الفنجين داير من دار الصينية قلت لحالي والله مو بالعوايد. شو القصة؟ متاري لك ياها ما لا شايفتني منو ولا حاسة علي انه متقوس عليها. ايه وخصوصا انه شحاتي طرية وناعمة وما لها صوت ابدا وشف لك ياها عم تطالع كيس صغير من هبة وترشرش منه بقلب الفنجان. زحل عقلي يا امي ما اتحملت منو انت رجعت برجوع وسبقتها على اوضه القهوه لشوف شو اخر تمعه. بعد شوي بتشرف حضرتها وحامله هالقهوه وضيفت فنجان القهوه لابنها بايدها والفنجان الثاني يلي مدري شو راشه فيه عطتني اياه بايدي. ليش؟ لحتى تضمن انه من كل بد انا بدي اشربه. يو لك شو اشربه انت الثانيه؟ وحده عملت لي عمال بقوم بنولها مرادها؟ ايه ما فشرت. تحججت انه بدي حل الفنجان اكثر ورحت على المطبخ دلقته كله بالمجلى. وشو بهالقشاطي كمان؟ شو قدم بداله يعني؟ بصمه بالجبنه؟ هلا بالصيف؟ ايه البصمه اذا ما تاكلت بعز الدين الشتا والمطر نازله والصوبيات واقده والشوفاجات قاطحه ما بيصلها طعمه بنوب. ايه لكان لانه سلامي تعرفك اكلت البصمه بهالوقت مثل يلي عم يلبس جاكيت جوخ بنص الصيف. اهلين الهام اهلين شلونك؟ الحمد لله. شو عندك ضيوف؟ ما في حدا غريب صور مفيده. اذا عم تحكوا شيء خاص خليني اروح انا معلش. شو الخاص انت الثانيه لسه لهلا ما بلشت احكي فوتي. هاي سلاي على الفصل عن جد. اهلين وسهلين بحبيبه قلبي الهام. أهلين. والله حمضت امي من قله الحكي منيح اللي اجيتي. هاتي لشوف يا ستي شو اخبارك كيفك شو في ما في يا ستي. لحظه شوي. الو انا ما قلت لك لما ادق لي تليفونات انا قلت كلمه وما عاد اتراجع عنها
لأنه مو بس المغسلة طفت، أنا على قد ما تعبرت صرت طف وقرد له أنا الثانية. هلأ لا تبسمس لي وتمسمس لي، أنا من الأول قلت لك شوف يا هشام، إذا ما بتجيب مصلح لحتى يصلح المغسلة ما بعد لك بهالبيت ولا ثانية. إيه؟ وانت لا أبالي جناب مثل طناب. هلأ أنت ما بيحلالك تحلي دقنك إلا فوقها واركدي بقى يا إلهام بالمي العايمة والمغسلة المصومة. وكأنه أنا ما عندي لا شغلة ولا عملة بهالدنيا غير سأسق ميايا وسلك مغاسل من تحت راس حلاقة دقنك. معناتها بهالحالة بدون العصافير رح أخلي إذا مستجد رأسنا على بنات الناس ليش جوزته لكان بيفهم؟ كان بتخليه بحبها وبلا ما ترمي بلاها على أنا من هديك المرة نبحتك وقلت لك أكلة خفيفة نظيفة وهضمة سهل على المعدة. ايه قسما بالله ربت قلبي علي وعملت لي سكه عطر وانا لساتني بعز الشباب. يا اما بتغطي حالك وبتجيب حداد على البيت حتى يصلح المغسله، يا اما بتبطل تحلق دقنك نهائي. خلص اقتنعت. لا لا ما بدي ما بدي. شو بدي اعمل لك يعني؟ طولها يا اخي او لاقي لك شي حله، بس مو تخليني كل يوم والتاني سكرج المغسله سكاجه من قريبه ويتقمقم بالمياه والدنيا والدنايا. شوف هشام لا تاكل بعقلي حلاوه، يا انا يا دقنك يا المغسله. لا لا ماما لا ما تخافي. لا ما رح اتركك بخبرك انا خلاص. ايه ايه شحوا تليفون معبي كل شوي بدق لك تليفون بخبرك شو بصير. ايه يلا الله معك بالسلامه. الله معك. رجل الحداد قبل رجلك، اذا هيك كان بها مو هيك كل واحد بينام على جنب اللي بيريحه. على كل ماشي الحال، انا ببقى بحاكيكي بعدين وبقول لك العزيمه شلون طلعت. ماشي الله معك. اهلين وسهلين فيكم. اهلا وسهلا فيكي. شو هالقهوة الظريفة هاي؟ عجبتك؟ يلا القهوة على النار، هلا نشرب سوا. يي لا 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 يي دخيلك. قدامي ركض الدنيا مشان العزيمة، دوبني لحق. وأنا الثانية دخيلك لازم أمشي. بدي أروح أشوف حماتي الحبابة اليوم لأنه غراض عم تبحبش. حاكم هاي شغلة الشغلة بس، تسففني صفوف وتشربني أشكال ألوان القهوة، هيك. بس يعني للسماء. إن شاء الله بيتك عامر يا رب، أنا كمان خليني أروح، هلا جوزي بكون جايب الحداد وجاي على الطريق، لشوف شو آخرتها معه. يلا تستني لي باي باي. خاطرك لمين هاي السماعة؟ تنفكحي إلهي هاي سماعتي. اي مزبوط. ايه ما بصير هيك، تبقوا ديروا بالكم انتو التنتين بالمرات الجاية لحتى ما تتخربطوا بالسماعات بشي زيارة هون ولا هون. ايه والله معك حق. او اعملوا مثلي، شوفوا انا مخيطة هالشنطاية خصوصي الى ايد بعلقها على كتفي وين ما رحت وين ما اجيت. حاكم معلومكم انا زياراتي كتيرة وياما تراني من بيت شقاع لبيت رقاع، والوحدة منا الا ما تنسى او تسهى، بس مع هالشنطة الضمانة أكيدة. ومشان المستقبل وخاصة إنه نحن هلأ على أبواب الألفين، خيطت جيبة خصوصي بشنطاية إيدي لحتى أقدر حط فيها السماعة بكل رياحة وأقدر أحكي وين ما كنت، وأنا بالسوق عم بقطع وبضرع أو عم بحضر ولادة شي مطلقة أو قاعد بشي عرس أو عم فاصل تاكسي أو عم باكل سيخ كباب أو لحمة شقف بشي مطعم. حاكم عم يقولوا إنه الخليوي صار مصاب حماسي، بس الظاهر لسه عاصة عليه طلقة وما كانوا يسمحوا فيه. مالي مصدقة إمتى يفكوا أسره لحتى أقدر أحكي بالسلولير وين ما كنت. إيه والله معك حق. تعرفي أنا صايرة ما أقدر أخطي خطوة واحدة برات البناية بس لأنه تليفوني ما معه مدى. لذلك يا حسرتي اختصرت كل زياراتي ما بين الطوابق. إيش بدي أخلق ما هيك؟ بيضيق الخلق بس. قولي الله يعيننا ويكون بعوننا وييسر امرنا لحتى نقدر نحكي وين ما كنا نكون، مو نضل مخنوقين جوات البنايه. امين. الله يسمع منك. يلا خاطرك. يلا بخاطرك. الو الو هلا